السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشهد المشهد الكروي الإفريقي تحولات كبيرة مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكافة. فقد كشفت تقارير إعلامية عن اقتراح جديد قد يغير معادلات المنافسة ويتمثل في إلغاء شرط السن الأقصى المحدد ب70 عاما للمرشحين لرئاسة الكافة. يتم اعتماد هذا التعديل فإن الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد راوراو سيكون مؤهلا للترشح، ويعتبر راوراو شخصية قوية في الساحة الكروية الإفريقية، وسبق له أن شغل مناصب هامة في هياكل الكاف والفيفا، كما يتمتع بعلاقات واسعة مع العديد من الاتحادات الإفريقية. ومن جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة إلى أن المصري هاني أبو ريدة قد يترشح لرئاسة الكاف بدعم من رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع. هذا التحالف قد يشكل ضربة قوية في الانتخابات المقبلة. وفي المقابل، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وجاء هذا الإعلان على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في كينيا، مؤكدا بذلك رغبته في مواصلة مسيرته على رأس الكرة الإفريقية. ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد الانتخابات النهائي خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقررة يوم 10 أكتوبر المقبل في الكونغو، إلا أن هناك أنباء تشير إلى احتمال تأجير هذه الجمعية العمومية إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب تزامنها مع جدول مباريات المنتخبات الوطنية. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا أنباءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.